لقاء بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووفد برلماني أردني بمقر المجلس بمزبيرو لبحث العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الإعلام ودعم العلاقات المتجذرة وتوافق الرؤى بين القائدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني. كانت مصر دائما إلى جانب أمن واستقرار الأردن الشقيق وعمقا استراتيجيا داعما له، كذلك الحال بالنسبة للأردن. نتأمل أن نكون متوافقين في الرؤى لتجذير العمل بين البلدين الشقيقين وللعمل العربي المشترك في كافة القضايا العربية. الوفد الأردني ضم أكثر من 15 نائباً بالبرلمان وتناول اللقاء سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات في ضوء توافق الرؤى بين البلدين تجاه قضايا المنطقة، ومنها تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ودعم الإعلام المصري والأردني ليقوما بدورهما المنشود تجاه طرح القضية الفلسطينية. في اتفاق على أن القضية الفلسطينية هي المحور اللي بيحرك الدولتين، كانت في قمة منذ فترة قصيرة ما بين الزعيمين العربيين مع الرئيس الفلسطيني، وتم الاتفاق على محاور التحرك لإحياء القضية من جديد. هذا اللقاء يأتي في توطيد العلاقات مع الأخوان في مصر وفتح مجالات التعاون بمجالات الثقافة والإعلام والسياحة إن شاء الله بالمستقبل. لقاء مثمر بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ولجنة التوجيه الوطني بمجلس النواب الأردني، لقاء عكس مدى التقارب والتجانس في الرؤى في العديد من الملفات، وأكد على توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. من مصر، طارق أحمد.